بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب الثانوية العامة القسم الأدبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من رحلتنا عبر منهج الجغرافيا السياسي. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق مع بقية درس التكتلات الاقتصادية، وختمنا الدرس تماما بكان آخر شرح بموضوع الكوميس. النهاردة بإذن الله تعالى هنبتدي درس من أفضل وأهم دروس المنهج، بل أنه بيعتبر منهج أو درس من الأعمدة الرئيسية اللي اتبنى عليها منهج الجغرافيا السياسي. النهاردة إن شاء الله رب العالمين بنشتغل مع درس اسمه الأحلاف العسكرية. الأحلاف العسكرية، بس عشان نشتغل فيها بهدوء كده، فكرة الأحلاف العسكرية فكرة ليست بجديدة. الأحلاف العسكرية بتعتبر نوع من أنواع العلاقات الدولية. الأحلاف العسكرية ظهرت منذ القدم، الدول تحالفت مع بعضها ضد مجموعة دول أخرى، ولكن زاد انتشار الأحلاف العسكرية مؤخرا، أو أقدر أقول في العصر الحديث، نظرا لسياسة توازن القوى ما بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. عايز افكر الناس بكلام احنا قلناه من زمان جدا جدا جدا. قلنا ايه من زمان؟ قلنا مع بعض ان اول ما ابتدينا المنهج اول السنة كنا قلنا شوية ملحوظات في منتهى الروعة. قلنا ان العالم اتقسم الى قسمين، القسم الشرقي والقسم الغربي. اهو القسم الشرقي كان بقيادة الاتحاد السوفيتي السابق، والقسم الغربي كان بقيادة الولايات المتحدة الامريكية. الاتحاد السوفيتي ده كان تبنى دول الكتلة الشرقية من العالم تزعمه، أما الولايات المتحدة تزعمت الكتلة الغربية من العالم. الاتحاد السوفيتي تبنى الفكر اللي انا سميناه الفكر الشيوعي الفاشل، وانا دايما بصر احط جنبه كلمة الفاشل، لان النظام الشيوعي بالفعل لم يؤدي الى تقدم الدول. والنظام الشيوعي كان نظام اقتصادي، كل شيء مملوك للدولة، كل شيء مملوك للدولة، والأفراد عبارة عن موظفين عاملين عند الدولة. أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد تزعمت الفكر الرأسمالي، وهنا معنى كلمة الرأسمالي اللي هو مبني على فكرة القطاع الخاص. الفكر الشيوعي زي ما قلنا تزعم الكتلة الشرقية، أسس كتلة اقتصادية اسمها كتلة الكوميكون الاقتصادية، دي شملت مجموعة الاتحاد السوفيتي زائد دول شرق أوروبا. إنما هنا النظام الرأسمالي قدرت تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية، وتزعمت قلت الكتلة الغربية من العالم. لما احتدت حدة الحرب الباردة ما بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، راح الولايات المتحدة أسست حلف عسكري بقيادتها وسمته كده حلف الناتو. أهو حلف الناتو، يلا ننطقه مع بعض، أهو حلف الناتو، ده اللي أسسته الولايات المتحدة الأمريكية. هنعرف ملابسات تأسيسه جت إزاي وأسسوه ليه، والأحلاف العسكرية بصفة عامة اتأسست ليه. أما الاتحاد السوفيتي في فترة لاحقة راح مؤسس حاجة اسمها حلف وارسو، على أساس هتبقى في مسألة توازن قوى ما بين الكتلة الشرقية وما بين الكتلة الغربية. إذن خلاصة القول، أول معلومة بنطلع بيها إن الأحلاف العسكرية فكرة قديمة، ولكن زادت وانتشرت مؤخرا، وبالتحديد بعد نهاية الحرب العالمية الثانية
في إطار سياسة توازن القوى ما بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية، لأن كلا الكتلتين كل واحدة فيهم كانت عايزة تفرض كلمتها على الكتلة الثانية، وهي لوحدها اللي تسود وتتزعم مجموعة دول العالم. يبقى للمرة الأخيرة، فكرة الأحلاف العسكرية دي فكرة قديمة، ولكن زادت وانتشرت في العصر الحديث وبالتحديد بعد نهاية الحرب العالمية الثانية في إطار سياسة توازن القوى ما بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية. يلا نسأل نفسنا مع بعض كده، ما المقصود بالأحلاف العسكرية؟ يعني إيه حلف عسكري؟ يطلع الحلف العسكري عبارة عن اتفاق رسمي، يعني اتفاق مكتوب، اتفاق رسمي بتتعهد بموجبه مجموعة من الدول. إذن في مجموعة دول تعهدت بأن تتعاون فيما بينها في مجال الاستخدام المشترك لقدرتها العسكرية ضد دولة أو مجموعة دول. يبقى إذن الدول اتفقت فيما بينها إنها تستخدم قدرتها العسكرية، مجموعة دول يبقوا يد واحدة ضد دولة أو ضد مجموعة من الدول. كما تلتزم الدول الموقعة، الدول اللي وقعت على الاتفاق على الأحلاف، الدول دي هتلتزم به استخدام القوة أو على الأقل التشاور من أجل استخدام القوة في ظروف معينة. إذن بنرجع مرة تانية لتعريف الأحلاف العسكرية. الأحلاف اتفاق رسمي تتعهد بموجبه مجموعة من الدول بأن تتعاون فيما بينها على الاستخدام المشترك لقدرتها العسكرية ضد دولة أو مجموعة دول، وتلتزم الدول الموقعة على أنها هتستخدم القوة أو تتشاور من أجل استخدامها في ظروف معينة. الأحلاف العسكرية، تأسيس أي حلف عسكري في العالم له أهداف. يا ترى أهداف الأحلاف العسكرية إيه؟ أي حلف في العالم تم تأسيسه اتأسس ليه؟ تعالوا نبص ونتفرج مع بعضنا. عاوز أقول أهو أهداف الأحلاف العسكرية. إذن لما نتسأل سؤال أسباب تأسيس أي حلف عسكري، دي ثوابت. يا ترى خير؟ قال لي أول حاجة ردع الأعداء، أي صد الأعداء. يبقى السبب ده على طول كده سبب عسكري. سبب إيه يا جماعة؟ عسكري. مجموعة الدول اللي تعهدت إن هي تتشاور من أجل استخدام القوة، أكيد الدول دي كلها عاملة حساب أو خايفة من خطر مشترك بيهدد أمنهم القومي. يبقى السبب الأول ردع الأعداء، أي ده سبب عسكري، وده السبب الرئيسي لإنشاء الأحلاف العسكرية. أنشئ بدافع الخوف من خطر مشترك بيهدد أمنهم القومي، وكمان لحماية أمنهم الإقليمي. يبقى السبب الأول ردع الأعداء، وزي ما قلنا بدافع الخوف من خطر مشترك يهدد أمنها القومي وحماية أمنها الإقليمي. تاني أسباب تأسيس الأحلاف العسكرية زيادة القوة، والسبب ده يا جماعة سبب عسكري. تاني أنا آسف جدا، السبب ده سبب اقتصادي. أنا آسف، السبب ده سبب اقتصادي. بمعنى يعني إيه زيادة القوة؟ إن النهاردة الدولة لما تتسلح تسليح منفرد، الدولة تتسلح لوحدها، هي لوحدها مش منضمة لأي حلف عسكري. يبقى الدولة دي مطالبة إن هي تجيب كل أنواع وأشكال الأسلحة وبكميات. الله، طب ده بيعمل ضغط اقتصادي على الدولة، بيرهقها ماليا عشان تشتري طيارات ودبابات وصواريخ وحاملات جنود وكذا وكذا. كل ده بيعمل ضغط مادي على الدولة. إنما بقى لما الدولة تخش في حلف عسكري
يبقى في دولة هتجيب مثلا نوع معين من الطيارات، دولة تانية هتجيب نوع آخر، دولة تالتة هتجيب نوع معين من المدفعية، دولة رابعة هتجيب نوع آخر من المدفعية، وهكذا. يبقى ده بيخفف الضغط المالي عن الدولة الواحدة. يبقى ده سبب اقتصادي زي ما قلت، زيادة القوة، إن الدولة بتدخل أو بتلجأ إلى سياسة التسليح الجماعي بدلا من التسليح المنفرد الذي يستنزف مواردها الاقتصادية. يبقى أنا قلت لحد دلوقتي سببين لإنشاء الأحلاف العسكرية. السبب الأول ردع الأعداء، أي قلت بدافع الخوف من خطر مشترك يهدد أمنها القومي ويحافظ على كيانها الإقليمي، وأنا قلت إن ده سبب عسكري. السبب الثاني ده كان زيادة القوة، وده سبب اقتصادي بالبلدي. الدولة هتقدر توفر فلوس، لأنها لو اتسلحت لوحدها ده بيرهقها ماليا، عكس لما بتدخل في تحالف عسكري بتوفر من وراه ماليا وبتزود قوتها. السبب الثالث في تأسيس الأحلاف العسكرية رقم 3، لتسوية النزاعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية. بمعنى ان لو نشأ اي خلاف ما بين دولتين في نفس الحلف، هل يضربوا بعض؟ قال لك لا، ده دول في حلف ايه؟ واحد. يبقى بيلجأوا لحل هذا النزاع بالطرق السلمية. عايز من دلوقتي هستأمنكم على معلومة، الاتحاد السوفيتي السابق لم يلتزم بهذه الخاصية او هذا البند. ليه؟ وقتها هنبقى نقوله، بس يعمل حسابك انه الاتحاد السوفيتي لم يلتزم بحل النزاع بين الدول الاعضاء بالطرق السلمية زي ما هنشوف بعد شوية. في حالة لو جاب لي اي سؤال من الدول التي لم تلتزم بحل النزاعات بالطرق السلمية بين الدول الاعضاء في الحلف، هي الاتحاد السوفيتي. السبب الرابع والاخير، يبقى السبب الثالث اللي انا قلته ده كان سبب سياسي، اما السبب الرابع والاخير حماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية المشتركة بين الدول الاعضاء. يبقى السبب ده سبب اقتصادي وفي نفس الوقت سبب اجتماعي. يبقى اهداف الاحلاف العسكرية زي ما قلناهم 4. السبب الاول ردع الاعداء، اي انشئة الاحلاف يبقى اي حلف عسكري. السبب الاربع اسباب دول هم سبب انشائه. عندي سبب عسكري اللي هو ردع الاعداء، ان الاحلاف بتلجأ الى سياسة التسلح بدافع الخوف من خطر مشترك يهدد امنهم القومي وبيهدد كيانهم الاقليمي. السبب الثاني سبب اقتصادي وهو زيادة القوة، اي ان الدول بتلجأ الى التسليح الجماعي بدلا من التسليح المنفرد الذي يستنزف مواردها الاقتصادية. السبب الثالث لتسوية النزاعات بين الدول المتجاورة في الحلف الواحد بالطرق السلمية، وهو الامر الذي لم يلتزم به الاتحاد السوفيتي السابق. ثم اخيرا حماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية المشتركة. ادي المادة العلمية هي قدامي، اسباب انشاء الاحلاف العسكرية، الاربع اسباب اللي قلناهم وصنفناهم، الاولاني والتاني والتالت والرابع. اما بعد كده انا عندي فيه امثلة للاحلاف العسكرية، خلي بالنا لو سمحت. هناك احلاف عسكرية تم حلها. اول حاجة احلاف ما كملتش، احلاف اتفكت، احلاف لم يكتب لها النجاح. ايه هي الاحلاف دي؟ هي الموضحة قدامي على الخريطة الموجودة امامك. اول هذه الاحلاف الموجودة على الخريطة اللي قدامنا، اول حلف حلف ورسو. اذا دلوقتي انا هشتغل مع الاحلاف التي تم حلها. يبقى اول حلف عندي هو حلف
وارسو. شفنا حلف وارسو فين؟ اهو. ده كان بيضم مجموعة الاتحاد السوفيتي السابق زائد مجموعة من دول شرق اوروبا. طيب ادي حلف تم حله. طيب الحلف الثاني اللي هو باللون الاخضر ده، ده بيسموه الحلف المركزي، او زي ما انتوا درستوه في التاريخ تحت مسمى حلف بغداد. وده كان بيضم دولة ايران، وبيضم دولة تركيا، وبيضم دولة العراق، وندخل معاهم كمان الدول اللي واخدة اللون اللي هو النبيتي اللي قدامنا ده، يعني كان معاهم دولة باكستان ودولة بريطانيا. خلاص، او المملكة المتحدة. ايضا من الاحلاف التي تم حلها حلف جنوب شرق اسيا. حلف جنوب شرق اسيا، وده بيضم مجموعة دول في جنوب شرق اسيا بنجلاديش، وبيضم معانا ايضا في تايلاند، وفي عند استراليا، ومجموعة دول صغيرة في جنوب شرق اسيا، بالاضافة الى الولايات المتحدة الامريكية. خلاص، ونضيف عليهم كمان بعض الدول اللي موجودة في الحلف المركزي زي باكستان وزي بريطانيا. دول مجموعة احلاف. يبقى فيه عندي احلاف اتحلت، اول هذه الاحلاف حلف وارسو، والتاني الحلف المركزي، والتالت حلف جنوب شرق اسيا. عندي فيه دول كانت عضو في حلفين من الثلاثة اللي قلناهم. الدول اللي كانت حلف او جزء من الحلف المركزي وحلف جنوب شرق اسيا هي عندي باكستان وعندي بريطانيا، كانت اعضاء في الحلفين. ثم عندي ايضا من الدول اللي كانت دول، انا قلت تاني بريطانيا وباكستان، دول كانوا اعضاء في الحلف المركزي وحلف جنوب شرق اسيا. وايضا يا جماعة انا عندي اخيرا بقى اللي هو الحلف بتاع جنوب شرق اسيا، قلت بيشمل استراليا وبيشمل دول جنوب شرق اسيا، بالاضافة الى الولايات المتحدة، وبالاضافة الى فرنسا. ادي مجموعة الدول بتاعة التلات احلاف التي تم حلها. هناك حلف لازال موجودا وناجحا وقائما وبيلعب وبيتلاعب بالعالم كيف يشاء، الا وهو حلف الناتو. حلف الناتو اللي هو بيسموه نورث اتلانتيك اوث، حلف شمال الاطلنطي، وهو اللون الازرق الغامق ده اللي انا هحدده معاكم. ده شايفين مجموعة الدول دي كده، مجموعة الدول دي اهي كده، كل دول حلف الناتو، بالاضافة للمجموعة بتاعة الولايات المتحدة وكندا اللي انا ظللتهم لك دول. كل دول اهم كل دول كده، دول حلف الناتو. تمام، يبقى احنا قدرنا ان احنا نحدد على الخرائط الاحلاف التي تم حلها في الخريطة اللي عرضناها هي ديا. ثم بعد كده قلنا الاحلاف التي لا زالت موجودة، وعلى رأسها بيأتينا حلف الناتو وهو الموجود الآن. تعال نشوف بقى ظروف نشأة كل حلف من هذه الأحلاف العسكرية. أول الأحلاف بتاعتنا حلف الناتو. تعال بقى نحكي الحكاية ونعيش ونستمتع بالأحلاف العسكرية في ظل القصة اللي هنحكيها. دلوقتي احنا عارفين كويس جدا ان خلصت الحرب العالمية الثانية، ظهر لقوتين عظمتين. القوتين العظمتين الجدد هما الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. زي ما قلت لك من شوية، الولايات المتحدة الامريكية تزعمت الكتلة الغربية من العالم وراحت متبنية الفكر الرأسمالي. الاتحاد السوفيتي تزعم الكتلة الشرقية من العالم وتبنى الفكر الشيوعي، وراح مؤسس كتلة الكوميكون الاقتصادية. الولايات المتحدة كزعيمة للكتلة الغربية والاتحاد السوفيتي كزعيم للكتلة الشرقية
دارت بينهم ما يعرف باسم الحرب البارده. حرب هي فيها كل اشكال الحرب من غير ما اطلاق طلقه نار واحده في هذه الحرب. يعني عايزين يموتوا بعض وعايزين يهدموا بعض من غير ما يبقى في اشتباك فعلي ما بين الحلفين. ايضا الحرب البارده عرفت باسم الصراع الايديولوجي، عرفت باسم الصراع الايديولوجي ما بين الكتله الشرقيه والكتله الغربيه. الولايات المتحده عايزه تاسس حلف عسكري والاتحاد السوفيتي عايز ياسس حلف عسكري، فبدات بينهم زي ما قلنا الحرب البارده، فكل واحد منهم عايز تلكيكه عشان ياسس بيها الحلف. الاتحاد السوفيتي ما شاء الله بذكائه الخارق راح مد الفرصة للولايات المتحدة الأمريكية إنها تأسس حلف الناتو، يبقى عندها حجة إنها تقدر تتزعم أوروبا الغربية وتأسس حلف عسكري ضد تهديدات الاتحاد السوفيتي والدول اللي هتكون حلف وارسو فيما بعد. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ الاتحاد السوفيتي سنة 1948 راح قايم، خلي بالك اصدقاء الامس اعداء اليوم، كان الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في جنب واحد في الحرب العالمية الثانية، الاثنين كانوا في من ضمن دول الحلفاء وكانوا بيحاربوا ضد المانيا وايطاليا وبقية دول المحور اللي هي كانت ضدهم. وسرعان ما انتهت الحرب العالمية الثانية، انتهت بانتصار الحلفاء، طلع لي قوتين عظمتين جديدتين، كل واحد فيهم عايز هو لوحده زعيم العالم دون الاخر. الاتحاد السوفيتي راح قايم بحصار برلين عاصمة المانيا الغربية. حصر برلين سنة 1948 فرصة من ذهب للولايات المتحدة الامريكية. راحت قايمة امريكا، يا جدع ايه اللي حصل؟ قالوا اللي حصل ان الاتحاد السوفيتي عفوا قام بحصار برلين. الله، طب باقي دول غرب اوروبا قالوا طب واحنا مالنا؟ قال له الله مالنا ازاي؟ انت ناسي ان المانيا دي وتهدد اوروبا بالكامل. طب انت ايه شايفه يا الولايات المتحده؟ قالت لهم اتفضلوا معايا اجتماع. وراحوا عاملين اجتماع في واشنطن سنة 1949، وبناء على هذا الاجتماع طلعوا بتأسيس حلف الناتو، وراحوا واخدين من مدينة بروكسل عاصمة أو مقر لهذا الحلف. يبقى السؤال، نحط كده السؤال قدامنا ونروح قايلين، بما تفسر نشأة حلف شمال الأطلنطي أو حلف الناتو؟ ليه اتنشأ هذا الحلف؟ زي ما قلت لك، يلا لخص فكرك، بسبب قيام الاتحاد السوفيتي السابق بتشديد حصاره على برلين سنة 1948، مما أدى إلى تبلور فكرة إنشاء حلف عسكري يضم دول أوروبا الغربية وطبعا بقيادة الولايات المتحدة للدفاع عن أوروبا الغربية ضد تهديدات الاتحاد السوفيتي السابق والدول اللي شكلت حلف وارسو في سياق الحرب الباردة. انا قلت لكم ان هم عملوا الاجتماع في مدينة واشنطن سنة 49 واتفقوا على اتخاذ مدينة بروكسل عاصمة بلجيكا مقرا لهذا الحلف. طيب كم دولة وقعت على هذا الحلف؟ قال لي فيه 12 دولة. ال 12 دولة دول هم الولايات المتحدة، بريطانيا، الدنمارك، فرنسا، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، ايسلندا، ايطاليا، النرويج، كندا، ثم البرتغال. وبعد كده انضمت دولتين في سنة 1952، انضمت كل من تركيا واليونان. وبعد كده سنة 55، وده هيبقى حد فاصل او هيبقى حدث مرعب، انضمت المانيا الغربية سنة 1955. الله، طيب انا عايز اسأل سؤال،
دلوقتي لما الولايات المتحدة أسست حلف الناتو، أنا ممكن أتخطى بس حتة كده من المنهج وهسكت. إحنا دلوقتي شفنا الدول اللي وقعت على تأسيس حلف الناتو، يبقى أنت احتفظ بالمعلومة عندك إن دلوقتي بالفعل حلف الناتو تأسس، خلاص اركنها دي جانبا. الاتحاد السوفيتي هل هيقف يتفرج؟ مستحيل. الاتحاد السوفيتي بدأ هو كمان يدور على تلكيكة علشان يأسس حلف عسكري ضد حلف الناتو. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل سنة 1955، خلي بالك احنا أسسنا حلف الناتو وركناه. سنة 1955 ألمانيا الغربية انضمت إلى حلف الناتو. الله، أقف عندك. أول ده ما حصل زي ما عملت الولايات المتحدة، راح عامل الاتحاد السوفيتي. يا جدع خير يا جدعان، قال لك الله ألمانيا الغربية انضمت إلى حلف الناتو. طب دول شرق أوروبا، طب وإحنا مالنا؟ قال له يا عم مالنا إزاي؟ أنت ناسي إن معانا ألمانيا الشرقية؟ قالوا طب وإيه المشكلة؟ قالوا ألمانيا الشرقية دول مش إخوات بتوع ألمانيا الغربية؟ قالوا آه. قالوا طب يا ترى هم الإخوات بيفضلوا طول عمرهم متخانقين ومقاطعين بعض؟ ده لازم في يوم من الأيام يتقابلوا ويصطلحوا. طب أنت شايف إيه الاتحاد السوفيتي؟ قالت لهم تعالوا يلا اجتماع. وراح الاتحاد السوفيتي عمل اجتماع في مدينة وارسو عاصمة بولندا. الحلف اسمه ايه؟ حلف وارسو. والمدينة اسمها مدينة ايه؟ وارسو. عاصمة مين؟ بولندا. يبقى الحلف هيتسمى على اسمها، ولكن الحلف في البداية ما تسماش كده. ده وقعوا عليه حوالي 13 دولة، وراحوا مسميينه معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدات المتبادلة. ده في البداية. طيب شروط الانضمام لهذا الحلف ايه؟ قال لي والله شروط الانضمام لهذا الحلف ما عندنا الشروط يا عم. على اي دولة محبة للسلام. مرة تانية. يعني على رأي الله يرحمه الرئيس السادات، اي دولة محبة للسلام عاوزة تنضم للحلف تتفضل تنضم معانا. كلام جميل. الله، يبقى ما كانش في شروط محددة للانضمام الى حلف الناتو. اي دولة بتحب السلام تتفضل بشرط موافقة الدول الأعضاء. خلاص. وبالفعل تم تأسيس معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدات المتبادلة، واللي بعد كده بقت حلف وارسو. ولادي الطلبة الجمال اللي قاعدين مركزين، أنا مستأمنك على معلومة من شوية، قلت لك إن خلاص أوريدي تأسس حلف الناتو، حصل؟ حصل. ودلوقتي أسسنا حلف إيه؟ وارسو، حصل؟ حصل. أصبح كام حلف قصاد بعضهم؟ اتنين. الاتنين دول هل يا ترى بيحبوا بعض؟ يحبوا بعض مين يا عم؟ ده عايزين يكسروا بعض، يموتوا بعض، ده دارت بينهم الحرب الباردة، تقولوا بيحبوا بعض. يبقى أصبح حلف الناتو في مواجهة حلف وارسو، مش كده ولا إيه؟ طيب السؤال اللي يتحط دلوقتي، إيه النتيجة المترتبة على إنشاء حلف الناتو في مواجهة حلف وارسو، أو إنشاء حلف وارسو في مواجهة حلف الناتو، الاتنين قصاد بعضهم؟ هل الاتنين بيحبوا بعض يا أساتذة؟ طبعا لا، ده احنا لسه بنقول كل واحد منهم عايز يكون أقوى من التاني، كل واحد منهم عايز يكون دوله أكتر من التاني، كل واحد منهم عايز يخلص على التاني. ونروح قايلين السؤال مع بعض. السؤال بيقول لي ما الأثر الدولي والإقليمي لحلف الناتو؟ أو ما النتائج المترتبة على نشأة حلف وارسو في مواجهة حلف الناتو؟ أصبح الحلفين قصاد بعضهم. طب بالله عليك لما يبقوا الحلفين قصاد بعض، ها الحرب الباردة هتهدى ولا هتشتعل أكتر؟ طبيعي لازم تشتعل. يبقى أول نتيجة زيادة حدة الحرب الباردة بين الكتلة الشرقية بقيادة الاتحاد السوفيتي والكتلة الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. يبقى دي أول نتيجة، الحرب الباردة اشتعلت. أحسن، يلا. ها طب رقم اتنين، قال لي انهماك الحلفين في سباق التسلح، الاتنين غرقوا كل واحد منهم عاوز يتسلح ويطور في اسلحته، مما ادى الى ارهاق اقتصاد كل منهم.
وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي زعماء الحلفين. طب يلا بقى ضيعوا فلوسكم بقى الكلام بتاعكم ده. نيجي للنتيجة الثالثة والأخيرة، بيقول لي إضعاف دور هيئة الأمم المتحدة في حفظ السلام والأمن الدوليين. أنت عارف لما بيبقى في مثلا اتنين بيتخانقوا في الشارع وخناقة شرسة جدا، ويجي حد كبير في الشارع يشخط في الاتنين وما يسمعولوش، هو ده بالظبط الكبير بتاع العالم المفروض ان هي هيئة الأمم المتحدة. طب الاتنين اللي بيتخانقوا مع بعض حلف الناتو وحلف وارسو، اصبح يا عيني الامم المتحده مش عارفه تمشي كلمه على الاثنين. يبقى اضعاف دور الامم المتحده في حفظ السلام والامن الدولي يعني. يبقى مره تانية النتائج التي ترتبت على انشاء حلف الناتو في مواجهه حلف وارسو او العكس، الثلاث نتائج موجودين قدامك. رقم واحد، زياده حده الحرب البارده بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. اثنين، انهماك الحلفين في سباق التسلح مما ادى الى ارهاق اقتصاد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بصفة خاصة. الثالثة، اضعاف هيئة الامم المتحدة بسبب التنافس بين القوى الكبرى مما ادى الى عدم قدرة المنظمة على تحقيق الامن والسلام الدوليين. طيب هو هل يا ترى الموضوع اشتعل؟ ده خلاص ده تفهم. وبعدين راح تولى الحكم في الاتحاد السوفيتي. خلي بالك انا هقدم نقطه على نقطه. خلاص الحلفين بقوا مصاب بعضهم، وزي ما بنقول الحرب البارده مشتعله. جينا لسنه 1985، التاريخ ده بالتحديد حكايته، التاريخ ده حكايته وايه روايته وايه اللي حصل. التاريخ ده تولى الحكم في الاتحاد السوفيتي الرئيس ميخائيل جورباتشوف. اهو اسمه كده، ميخائيل جورباتشوف. هذا الميخائيل سنة 1985 عندما تولى الحكم اصبح هو الراجل مش مقتنع تماما بالنظام الشيوعي. الراجل عاوز يتحول الى النظام الرأسمالي، عاوز يعمل سياسة اصلاحية، بس للأسف خطأ الاكبر ان هو عملها باسلوب مفاجئ ولم يهيئ المجتمع لها، والمجتمع مؤهلاته كانت لا تسمح بإقامة هذا الشيء اللي هو فكر فيه. انا هقولها لك زي ما قالوها باللغة الروسية، هي حاجة اسمها البيروسترويكا والجلاسنوست. البيروسترويكا والجلاسنوست اللي هم الشفافية والانفتاح السياسي والاقتصادي على العالم. هذا الرجل كان نظام شيوعي مغلق، الشعب في ناحية والحكومة في ناحية، ومفيش فيه استثمارات أجنبية، وزي ما قلت لك كل حاجة مملوكة للدولة. راح المعلم جورباتشوف راح جاي في الموضوع وراح قايل لك يا عم لا ده انا هاخد اجراءات. يا ترى يا عم جورباتشوف ايه الاجراءات اللي انت ناويلها؟ قال لي اول حاجه الشفافيه والانفتاح السياسي والاقتصادي على العالم. طب انا عندي سؤال مرعب. الله، هل الاتحاد السوفيتي كان ده كده من الاول؟ لا، ده كان مجتمع مغلق معزول، الشعب في ناحية والدنيا في ناحية. إنما إذن الشفافية للمصارحة بدأ يصرح الشعب بحقيقة الوضع. اتنين، قال لي فتح المجال للاستثمارات الأجنبية داخل الاتحاد السوفيتي. الله أكبر، ده انت فتحت بقى على الرابع. نقول الحاجة رقم ثلاثة، بدأ الاعتماد على القطاع الخاص اللي ما كانش موجود داخل الاتحاد السوفيتي. يبقى عمل ثلاث اجراءات. الاجراء الاول الشفافية والانفتاح السياسي والاقتصادي على العالم. اتنين،
فتح المجال للاستثمارات الاجنبيه. الثالثه بدا يعتمد على القطاع الخاص. السؤال يا ابني، هل الاتحاد السوفيتي من الداخل كان مهيأ لده؟ لا، ما كانش مهيأ. الراجل ده عمل الاسلوب ده بطريقه مفاجاه. فساد الداخل الاتحاد السوفيتي حاله من الفوضى، سادت حاله من الفوضى السياسيه والاقتصاديه جوه الاتحاد السوفيتي. واول ما حصلت حاله الفوضى انتهزت دول الاتحاد السوفيتي، دول ال 15 اللي كانوا مكونين للاتحاد السوفيتي، انتهزت حاله الفوضى السياسيه وبدات تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي. بدات بعض دول حلف وارسو تعلن عن تخليها عن سياسه الحلف، قالت خلاص مش لاعبين معاكم تاني، احنا بره. ولما كان الحلف اتاسس، خلي بالك انا قلت لك الحلف، حلف وارسو ده لما تاسس تحت مسمى معاهده الصداقه والمساعدات المتبادله وقعوا عليه 13 دوله، ومن ضمن الدول دي دوله اسمها ايه؟ البانيا. البانيا دي ايه اللي حصل؟ البانيا انضمت للحلف 55 وراحت خالعه من الحلف سنه 1968. ايه السبب؟ قالوا ان في قامت ثوره ببلد اسمها تشيكوسلوفاكيا، وبلد تشيكوسلوفاكيا برضو كانت بلاد شيوعيه، قامت فيها ثوره ضد الشيوعيه. انا مستأمنكم على معلومه بالله عليكم، هاتوا الامانه اللي عندكم. ها انا قلت لكم لو حصل خلاف، نزاع، صراع بين الدول الاعضاء يحلوا النزاع ازاي؟ قال لي بالطرق السلميه. بص بقى الاتحاد السوفيتي قال لك لا انا مش بتاع سلم، وراح واخد بعضه وتدخل عسكريا في تشيكوسلوفاكيا لاخماد الثوره اللي قامت ضد الشيوعيه. راحت البانيا قالت له استنى انت بتعمل ايه؟ احنا قلنا حل النزاعات بالطرق ايه؟ استلميه. انت النهارده ضربت تشيكوسلوفاكيا، بكره تضربنا احنا، وانا عشان كده انا هخرج بره الحلف. يبقى خروج البانيا من حلف وارسو نتيجه تدخل الاتحاد السوفيتي عسكريا بما يخل بالاتفاق، ها، لاخماد الثوره داخل تشيكوسلوفاكيا التي قامت ضد الشيوعيه. طب الصين كان موقفها ايه من حلف وارسو؟ الصين قالت انا بدعمكم بس انا مش هوقع رسمي. طول عمر الصين بتاخد سياسه يعني الحياد الايجابي زي ما بيتقال. طيب ماشي اوكي. النهارده زي نرجع لموضوعنا، جورباتشوف عمل كام اجراء؟ ثلاثه، شفافيه وانفتاح، اعتمد على القطاع الخاص، فتح المجال للاستثمارات الاجنبيه، سادت حاله فوضى، بدا الدول الاتحاد السوفيتي تعلن انفصالها، وبدا بعض دول حلف وارسو يعلنوا تخليهم عن الحلف. فراح طالع الاخ ميخائيل جورباتشوف في خطاب شهير في سنة بالتحديد يوم 26 ديسمبر 1991، وأعلن فيه عن نهاية الحرب الباردة ما بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية، وكان هذا الخطاب بمثابة استسلام وإعلان رسمي بسقوط الاتحاد السوفيتي. وعندما يسقط الاتحاد السوفيتي يبقى سقط حلف وارسو، انتهت الشيوعية، سقطت كتلة الكوميكون، انفرضت الولايات المتحدة بزعامة العالم. كلام ولا أروع، كلام ولا أروع. طب أنا بقى السؤال دلوقتي، اوريدي انهار الاتحاد السوفيتي وبالتالي انفرضت الولايات المتحدة بزعامة العالم، السؤال أنا دلوقتي قايل لكم إيه؟ إن أمريكا لما أسست حلف الناتو كانت أسسته عشان تدافع عن أوروبا الغربية ضد تهديدات الاتحاد السوفيتي وحلف وارسو. طب دلوقتي الاتحاد السوفيتي سقط وحلف وارسو سقط، الله، يبقى هل حلف الناتو ليه معنى أو سبب لوجوده في دول أوروبا الغربية؟ لا، بس أمريكا يا باشا عمرها ما هتترك المجال ده، لازم تدور على اي كذبه جديده بحيث تحافظ على وجودها في اوروبا الغربيه. كمان سؤال، لما سقط دول الاتحاد السوفيتي
هل حد دلوقتي متزعم دول اوروبا الشرقيه؟ لا، اصبحت بلا زعيم. مين اللي هيحاول يضمهم؟ طبعا الولايات المتحده. ونحط السؤال قدامنا، ما اثر انهيار الاتحاد السوفيتي على استراتيجيه اي فكر حلف الناتو؟ ايه بقى؟ بدا زعماء حلف الناتو يعيدوا تفكيرهم واستراتيجيتهم تجاه الحلف ودوره المستقبلي. فبداوا يعملوا ايه؟ السعي نحو توسيع الحلف جهه الشرق على حساب الدول اللي اتفككت من الاتحاد السوفيتي. الكذبه الجديده اهي، قالت يعني امريكا بقى بدات تقول لدول اوروبا اوعوا تفكروا ان عشان الاتحاد السوفيتي وقع وحلف وارسو نهار يبقى انتوا كده بقيتوا عايشين في امان، لا ده في مشاكل جايه لكم وانا الوحيده اللي هقدر ادافع عنكم انا وحلف الناتو. راحوا قايلين الاتي، ربط مستقبل الامن الاوروبي بالدور الذي يقوم به الحلف في الازمات الكبرى داخل اوروبا وعلى اطرافها، يبقى انا دوري لازال موجود. واخيرا ايجاد دور للحلف اللي هو حلف الناتو في الازمات الاوروبيه وفي منطقه الشرق الاوسط. ومن هنا بدات الدول البداعه للاتحاد السوفيتي تروح منضمه لحلف الناتو، واصبح حلف الناتو بيضم 28 دوله في نهايه سنه 2015. ده نتيجه انضمام دول حلف وارسو الى حلف الناتو. السؤال بتاعنا، ايه ابرز مجهودات حلف الناتو او حلف شمال الاطلنطي او الاطلسي في حفظ السلام العالمي؟ ليه اربع ادوار. الدور الاول التدخل في البوسنة والهرسك سنة 1995 ونشروا فيها قوات حفظ السلام، ادي دور، والدور ده دور عسكري سياسي. اتنين، ارسال قوات الحلف اللي هو حلف الناتو الى مقدونيا لمهمة حفظ السلام في سنة 2001، يبقى دي تاني عسكري سياسي. التالت، تدخل قوات الحلف للتخفيف من اثار الزلزال اللي ضرب باكستان في 2006، يبقى ده سبب اجتماعي او موقف اجتماعي او انساني. اربعة، اغاثة المتضررين من اعصار كاترينا الذي ضرب الولايات المتحدة في 2006، وايضا ده سبب اجتماعي انساني. طيب، لكن خلي بالك ان الحلف لم يتوقف على الدول المشتركة فيه بس، لا، انت بص هنا للدور اللي قام بيه فين يا استاذ؟ في باكستان. طيب، هل باكستان دي من ضمن دول حلف الناتو؟ لا، يبقى دلوقتي حلف الناتو ما لعبش ادوار داخل الدول التابعة ليه فقط، ولكن خرج بره، والدليل على ذلك تصرفه في الزلزال اللي ضرب باكستان. طبعا بالمشايان بطريقة كتاب المدرسة، ادي تأسيس حلف وارسو وتشكيله، ابتدى الاول بتسع دول وفضلت تزيد لما بقت 13 دولة، وبعد كده زي ما قلنا الصين لم توقع ولكن تعهدت بالدعم، وشفنا البنية وانسحبها من الحلف نتيجة التدخل العسكري في تشيكوسلوفاكيا، ثم شروط الانضمام لحلف وارسو، وقلنا اي دولة محبة للسلام بشرط موافقة الدول الاعضاء، وشفنا انهيار حلف وارسو بسبب تولي الرئيس غورباتشوف والسياسة بتاعته اللي عملها الشفافية والانفتاح السياسي والاقتصادي. اتنين، اعتمد على القطاع الخاص. تلاتة، تشجيع الاستثمار الاجنبي داخل الاتحاد السوفيتي. ونتيجة سياسة غورباتشوف، نتيجة السياسة التي اتخذها غورباتشوف، فشل طبعا في ايجاد نظام اكثر تطورا، وبدأت النزعة الانفصالية في دول الاتحاد السوفيتي مستغلة حالة الفوضى، واعلنت دول حلف وارسو تخليها تجاه الحلف، وتم هدم سور برلين. الله الله، ده انت لسه بتقول لي الاخوات عمرهم ما يفضلوا طول عمرهم متخانقين ومتخاصمين. الالمان في سنة 92 تمام راحوا مهدمين سور برلين وتوحدت المانيا، وبالطريقة دي اصبح حلف الناتو هو
المسيطر الأوحد على العالم، وشفنا مواقفه في الأدوار الإنسانية الاجتماعية وفي الأدوار السياسية العسكرية. بهذه الطريقة نكون قد وصلنا بإذن الله تعالى إلى نهاية درسنا النهاردة، اللي هو حلف الناتو أو درس الأحلاف العسكرية زي ما احنا شفنا، وشفنا المواضيع بتاعته ازاي كلها على بعضها. والواجب بتاعنا بإذن الله زي ما هقوله لك دلوقتي، الواجب بتاعنا ان شاء الله اهو، يعني هنبتدي الأحلاف العسكرية، درس الأحلاف اهو موجود معايا، ادي الأسئلة بتاعته، الناس تحل وتكتب لي في الكومنتات، وربنا يسهل بإذن الله ونعقب على الأسئلة مع بعض. كل دي أسئلة اختيارات على درس الأحلاف العسكرية اهو، وانت حل زي ما قلنا اكتب لي في كومنتاتك. وبالأسلوب ده نكون قد وصلنا إلى نهاية لقائي معكم. انتهى اللقاء ولكن لم تنتهي الحكاية، على أمل لقاء جديد إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.